مسلسل ابو العروسه، بنتكلم عن مسلسل ثلاث اجزاء. احنا بنتكلم في عيله بقى ابو يعني عيله بجد، في عشره، في ثلاث اجزاء شغالين فيها. فذكر يعني دي بتهيألي المسلسل ده اهم حاجه نسال عنها الكواليس بقى، الكواليس وشعور ميدو عادل وايه اكتر حاجه مفتقدها. كانت عيله قوي، كانت عيله قوي 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 قوي. يمكن الحمد لله انا كنت سعيد حظ انا اعرف عم سيد رجب من وانا عيل صغير، معرفه شخصيه طبعا. ومدام سوسن اشتغلت معاها قبل كده كتير، كنت مستمتع جدا. كنت اول مره اقابل استاذنا مدحت صالح، وحاجه قمه في الجمال. نرمين الفقي طبعا القمر رنا الفقي شوقي، ومن ساعتها بقت اختي وحبيبتي. كل الناس، اماني كمال، خالد كمال، محمد حياتم، محمود حجازي، ولاء. كان مسلسل ممتع، مسلسل ممتع، مسلسل شبه الناس، وده يمكن اللي ليه مخلي ليه صدى. الناس ما بتصدق تلاقي نفسها، يمكن كانت اهم ميزه في ابو العروسه ان كان في ناس مصدقه الموضوع اللي بيعملوه ومختلف، في عيله وفي براح، في حاجه حقيقيه. صحيح صحيح. احنا بنتكلم دلوقتي على مش روميو وجولييت، وده اوبرا شعبيه مش زي الاوبرا المعروفه. بتشوف ايه مميزات الاوبرا الشعبيه، وهل هي بتخاطب الشباب ولا كل الفئات العمريه؟ احنا اول حاجه كنا خايفين جدا منها ان انت تعرضي للجمهور، احنا بنعمل عرض جماهيري مش عرض متخصصين قوي برده. ايوه تمام. كنا خايفين من فكره ان الجمهور العادي اسر وكده يجوا يتفرجوا على عرض ميوزيكال من اي تو زد، فما ما يقبلوش اول فكره. الحمد لله لقينا قبول غير طبيعي، خضنا. تمام. دي اكتر حاجه انا مبسوط بيها، ان الناس تيجي تتفرج على عرض ساعتين كله ميوزيكال وتبقى طالعه مبهوره. دي حاجه عظيمه. انك بتقدم قضيه شبه كل الناس، احنا بنلعب حته بسيطه جدا، بص العالم بقلبك، شغل قلبك وحس الدنيا بيه في كل الحاجات. عندنا احنا بنتكلم في اطار مدرسه، مدرسة بيحصل فيها أحداث كتير جدا جدا جدا، ده شوية جاذب جمهور من ثانوي وجامعة لحد الأسر. وبتتكلم في كذا قضية وكلها أواضي عن الحب. إن إحنا بنأكد الناس بص العالم بقلبك، هتلاقي الدنيا كلها مليانة حب. وهي دي رسالة العرض ورسالة البني آدمين، يعني الإنسانية، إحنا لازم نحب بعض على قد ما نقدر. يعني أنت بتعتبر إن دي تذكرة أو عودة للإنسانية، يا جماعة على فكرة إحنا بني آدمين، إحنا لازم في بينا رحمة، الحب أساس الوجود، يعني تذكرة للناس إن أنت تذكرة من خلال حدوتة بقى من جوه. عندنا مش حدوتة، عندنا ثلاث أربع حواديت داخلين في بعض. أوكي. والحمد لله كلهم ملمسين مع ناس وأواضي شبهنا.